واحدة من التقنيات الجميلة اللي هي طبعا قديمة جدا اللي بيستخدموها الناس في الأرياف في استخراج المياه بالطريقة التقليدية. طبعا هاي الطريقة بتكونها بمعظم البيوت القديمة جدا ما بنشوفها منتشرة. المياه بتكونها فيها سطحي يعني ممكن توصل لعشرة أو 15 متر مو أكثر من هيك، ولكن بهيك أجواء حلوة وجميلة لابد من هيك تقنيات بسيطة.